حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هني وعافية. بكون معاكم أنا الشيف وسن وزميلتي الشيف حنان. أهلين وسن. حيا الله شيف. يا مرحبا وسهلا بمشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا هني وعافية. راح اليوم نقدم لكم أشهى الوجبات إن شاء الله اللي تنال إعجابكم بأسلوب جميل وبسيط، إن شاء الله راح ينال إعجابكم ويوصل لقلوبكم إن شاء الله. خلينا نبدأ حلقتنا اليوم ونتكلم عن فن الطبخ. الطبخ الأغلبية تتفق إنه ورثة، كنز إحنا توارثناه من أجدادنا، من جداتنا، من أمهاتنا إلى الأبناء. بالنسبة لي شيف هو جذورنا، فأنت إيش رأيك؟ أتفق وياك يا وسن أن الطبخ فن وإبداع وابتكار وتطور. من هالشيء نحن الحين راح نقدم لكم الوجبات الجميلة اللي توارثناها من أجدادنا وأمهاتنا، الله يحفظهم يا رب. آمين. الله يرحمهم. آمين. فإن شاء الله راح نعلمكم أطباق إحنا تعرفيننا فعصر التطور والابتكار. صحيح. والإبداع. صحيح. فلازم أطباقنا نطورها ونعلمهم على أشياء طبق يكون مطور جميل ينال إعجابهم بنفس الوقت، بس ما ننسى المذاق الأصيل والجودة من أمهاتنا وأجدادنا اللي علمونا إياها، وهذا هو الشيء اللي راح نعلمهم اليوم. هذه جذورنا طبعا أهم شيء. حلقتنا اليوم جميلة لجمال وصفاتنا اللي بنعرفكم عليها. ايش بنحضر اليوم شيف؟ اليوم راح نحضر لهم اطباق جميله راح تنال اعجابهم. اول طبق راح نحضره سلطه الكورن فليكس عندنا، وعندنا عرسيه المعروفه غنيه عن التعريف عندنا العرسيه، وعندنا ان شاء الله راح نعطيهم احلى حلا ام علي السريلاك. ام علي السريلاك. ام علي السريلاك طبعا بالسريلاك احنا واعدينكم باشياء مبتكره متطوره وجديده. احنا اضفنا السريلاك محبوب الجماهير بكل الاعمار من الصغير الى الكبير. صح، وهذا معروف السريلاك احنا نحبه وايد احنا. صحيح. فعشان كذي دخلناه في طبق الام علي عشان يعطيه مذاق جميل ولذيذ ينال اعجابهم ان شاء الله. ننقل ام علي من مستوى لمستوى مستوى اخر ان شاء الله. خلينا نشوف الان مقادير السلطه. معانا لسلطه الكورن فليكس بنحتاج خس منوع دائما يكون جاهز بتلاقوه في اي مكان متوفر، معانا ملفوف أحمر، بوب كورن دجاج، ذرة حلوة، شيري توميتو ولا طماطم كرزية، كورن فليكس، بصل أبيض، جزر مبشور، معانا للتتبيلة مايونيز، عصير ليمونة، زيت زيتون، نعناع مقفف، وللتزيين حبيت أدخل القعقاع أو الجوز أو عين الجمل. عين الجمل تختلف المسميات والفائدة. صح. دائما واحدة، والزبيب الأسود الناشف الكزبرة. وهنا كمان معنا كزبرة للتزيين. يا سلام، حسيت وانا ياسة تعطيني هالمقادير الجميلة حسيتي بالطعم اللي بيطلع منها. حسيت انك كاني طفله رجعت مره ثانيه فيها كورن بلس ونقص اشياء جميله يحبون الاطفال اصلا. هذا هو غرضنا من حلقه اليوم، انه الوصفات ممتده من الجذور الى الابناء اللي يحبوا يدخلوا المطبخ، اللي يحبوا الطبخ. احنا هنا نحفزهم على الابداع، على الابتكار، على التطور. وبالمطبخ ما فيش قواعد، كل ما كان في تطور احنا نحفز عندهم حب دخول المطبخ. صح. ابتكروا عشان بدل ما يشترون من برا فهم يصنعون اطباقهم احلى واجمل. صحيح. بايدهم. هذا هو اللي احنا ياسين نشجعكم عشان نباكم نسهل لكم اطباقنا. صح. وتكون مميزه ولذيذه وان شاء الله راح تنال اعجابكم. يلا نعمل التحضير. يلا شو حابه احضر وياك اليوم يا شيف وسن؟ شيف بحتاج مساعدتك تقطعي لي الملفوف الاحمر. حاضر. على بال ما انا اخلط هنا معانا مقادير التتبيله. خلاص ان شاء الله. شيف وسن عطيني يعني شيء فايده من الفوائد لليوم، لازم احنا كل طبقنا فيه فايده من الفوائد. صحيح. شو الفايده اللي راح نعطيهم من هاي السلطه؟ صحيح. طبعا اول حاجه خليني اكلمك على الكورن فليكس. يا سلام، انت عارفه انه الكورن فليكس اتصنع عن طريق الخطا؟ عن طريق الخطا. تخيلي كان في اثنين اخوان. اوكي. كان في اثنين اخوان يشتغلوا في مستشفى، وهذاك اليوم كانوا يحضروا عجينه ما ليش دخل بالكورن فليكس. أوكي. دخلوا عجينتهم بالاسطوانه خرجت رقاقه مكسوره. راحوا ايش عملوا الاخوان؟ حمصوها وبداوا يقدموها للمرضى اللي عندهم اللي يعني بدورهم كثير حبوها، وبقوا يصنعوها الى ان اشتهرت. والان من ما يعرفش الكورن فليكس؟ يعني من الخطا استوى شيء منتج مشهور. يا سلام، شفت؟ عشان كذا التطور والتجارب
يعني مفتوحة في المطبخ. صح، وكل واحد يوم يسوي طبخة يقول فشلت أنا في طبختي أو فشلت إن أنا ما أعرف، هذا اللي إحنا ما نحبه. لازم الواحد من الفشل منه هو راح يتعلم، فدائما الإنسان من أخطائه بيتعلم بيستوي شيء كبير بإذن الله. هنا عملت معي مقادير التتبيلة، صح، بخلطهم شوية عشان يتجانس كل المقادير مع بعض. حطينا المايونيز وحطينا الليمون، حطيت المايونيز والليمون وزيت الزيتون والنعناع المقفف. كذا عندي تتبيلة جاهزة. يا سلام، ولا أسهل، ولا أسهل من كذا. نجيب الطبق عشان نبدأ نجهز سلطتنا. ايش اخبارك انت مع الملفوف؟ انا احلى ملفوف، حبيت الوانه. كذا انا كفايتي، تكفي تمام. يا ريت كمان تساعديني بحاجه واحده. شو اساعدك؟ لو تقليلي البوب كورن. اوكي، انا بقلي وباكل نفس الوقت. هنا ببدا احط الخس عندي. بحط ذره. هنا عندي خس ممكس، عندي خس اللي هو الايسبرغ، عندي الخس الماني، عندي كوكتيل من الخس. الله. واللي يحب يعني بس يستخدم خس واحد كمان مفتوح. عادي. اللي يفرق انه هنا عندي شيف اميز طبقي بالالوان. الله. لانه بالنهايه الخس هو واحد. صح. الان هنا بنعمل عندي ذرة. شف القيمة الغذائية نفس الشيء مع أنواع الخس؟ نعم نفس الشيء، اللهم الشي. تختلف التربة اللي يزرعوا فيه بالخس فتطلع لنا ألوان. هنا عندي بحط كمان جزر طبعا غني شف بالفيتامينات بالمعادن، صحة القلب، صحة العين، يرفع عندنا قوة المناعة. الله. تخيلي يعني. بحط كمان شوية من الكورن فليكس، هنا هذا اللي بيعطيني قرمشة، بخلي شوية للتزيين على جنب. أوكي. شوية من الطماطم الكرزية بخلي كمان للتزيين. برجع بعيد كمان بحط شوية خس عشان يكون عندي طبقات. نقطع الطماطم ولا؟ لا بخليها مثل ما هي عشان تكون كذا يعني كتكوتة. يا سلام. الله. نفس الطبقات. يعني شوفي شوف وسن، يقدرون يختارون الخضرة اللي هم يعني حابينها في الطبق؟ طبعا طبعا، ودائما بالسلطات هنا انا بستخدم البصل الابيض. يعني في ناس يحبون البصل وفي ناس يحبون يعني البصل الاحمر كمان، الابيض الاحمر. صحيح. البصل الاخضر. صحيح. الاختيار يعني. صح. انواع الخضرة اللي هم بيحطونها في السلطة. صح. يعني مش لازم تتقيدون، احنا نفس الطبق اللي احنا حطينا لكم اياه انكم تسوون اختياري الطبق، بس كفكرة الطبق انك انت كيف اضفنا الكورن فليكس اهم شيء. نعطي القرمشة. انا صراحة احب شف البصل الابيض، لما كنت تتكلمي احب البصل الابيض بشكل عام للسلطة. دائما هو اخف حدة في الطعم. البصل الاحمر احبه عندي لما يكون في طبخ، في كشنة، في هذه الاشياء. صح. هنا بس ولعنا الشولة. ها شوف حنان كيف الوضع عندك. يا سلام، انا باكل منها اصلا، انا موت على شيء اسمه ناجتس، احبه. حبيت اضيف الدقاق البوب كورن لهذه السلطه عشان كمان كورن فليكس، بوب كورن، الاشياء المحببه لفئه عمريه اللي هي تحب يعني مولعه بهذا الاكلات. نحن احنا فئه عمريه صغيره، احنا كلنا طفل. من ما يحبش الكورن فليكس؟ يقول لك العمر رقم. صحيح، لكن اتفق معك، القلب هو اللي يكون طفل. العمر بالقلب. صح. احنا كمان نقول. صح, صح. عشان كذي احنا اطفال، كلنا في هاي الحلقه كلنا اطفال. كلنا اطفال. ايش الوضع هناك الان؟ يا سلام، بدا يعطيني اللون الجميل هذا. ما شاء الله. شيف وسن، ليش اخترتي هالطبق الجميل؟ من جت لك الفكره هاي الجميله؟ الفكره قلت لي انه كنا حابين نعمل سلطه عاديه، ولما كنا اتفقنا على اساس انه يوم اللي هو للابناء او البنات، حبيت اضيف مقادير قد تسعدهم، قد تشجعهم، تحفزهم يدخلوا المطبخ. الله. لو تيجي تشوفي شيف، المطبخ هو 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 وصله البيت، المطبخ هو المكان اللي دائما نتجمع فيه به. صح. مع الان التطور والانشغالات والوقت من هنا وهنا، والابناء نفسهم يا مشغولين في دراساتهم، حتى يا مشغولين تأكلينهم بالغصب، تزقرينهم عشان تأكلينهم يا مشغولين على الايباد، عندي دراسه مش. صح. فاضي، فصعب استوى التجمع الحين. فالمطبخ هنا هو
نقطة التجمع. المطبخ هنا أنت كيف وشطارتك تغريهم يقول مطبخ. صح. لأني إلى الآن ضد أنه وقت ما يكون في وجبة فطور أو غداء أو عشاء لازم العائلة تتجمع. صح. لازم نبقى نحافظ على هذا. إن شاء الله راح نرجعهم إن شاء الله على هالعادات الجميلة. نعم، أشياء تغريهم، ها، تكذبهم للمطبخ. أنا تعرفين أبوي الله يرحمه كان لازم إحنا شو لازم وقت الأكل كلنا متجمعين على الصينية. عرفتي؟ صحيح. يعني لازم نكون احنا متجمعين على السفره هذه. صح. على الطبق، وكان يحب بصانيه واحده يقول فيها البركه هذه. صح. احنا عندنا. صح. فالحين افتقدناه كل واحد الطبق بروحه. يعني مشاغل الدنيا. صح. فان شاء الله راح نرجع وبقوه وراح يكون الايام احلى واحلى ان شاء الله باذن الله. فهذا اللي ياسين احنا نعلمه ان شاء الله للناس والمشاهدين عندنا ان شاء الله. اهم شيء الالفه، هاي الالفه هاي اهم شيء. شو رايك تشوف وسن؟ خلاص كده تحمرت عندنا كفاية بكورن الدقاق، بس لو تنشفي لي هو هنا الله يسعدك. إن شاء الله إن شاء الله. عشان أبدأ خلاص بتزيين. الآن هنا بضيف عندي شوية طماطم كمان كرزية قبل التقديم، قبل ما أحط التتبيلة. بحط عندي شوية كورن فليكس على الوجه، لا نخلي الكورن فليكس بالأخير. أعطيني الدقاقات الحلوات. خلصتها. شايفة يامي. شايفة يا سلام. حبيت الطبخ. خصوصاً عيالنا بيحبونه وايد، حتى اللي إذا خصصاً أنهم ما يأكلوا خضروات راح يأكلونه، يضطرون يأكلونه عشان الأشياء الموجودة داخله. هذه شطارتنا كيف؟ نخلي الأكل يفتح النفس ومنظره يفتح النفس إنهم يحبوا الخضار. أيوة. لأنهم عندهم أفكار ممكن تكون خاطئة، بس ببعض يعني اللمسات مننا وذكاء الأمهات أو ستات البيوت أو أي حد يصنع طبق جميل يستخدم هذا التكنيك وبيشوف كيف الكل بيأكل. يعطيك العافية يا شيف حسن على الطبق اللذيذ اللي ردانا للطفولة هذا. الآن بحط هذا هنا، وقبل الأكل تتمكس السلطة معانا وتنأكل. شيف وسن، اذا الناس مو حابين انهم يحطون المايونيز، في ناس ما يحبون المايونيز، نقدر نستبدله بالروب الزبادي؟ ممكن بالزبادي. الزبادي هو الاختيار او المكون الصحيح ان احنا نستبدل فيه بو المايونيز. ايوه، عشان كذا في ناس يتحسسوا من البيض. من صحيح. البيض، فاحنا صحيح. لازم احنا نعطيهم شيء بديل للمتابع، يعني مثلا حاب السلطه بس مو حاب الاضافه المايونيز فيها، فنقدر نستبدله بالروب يعني. صحيح صحيح. شيف لو تساعديني تجيبيلي زيت الزيتون. ان شاء الله من عيوني. وهنا نعمل معانا شويه كزبره. ونعمل رشة زيت الزيتون، هاي نسميها رشة حب. رشة حب من قلب أم لأطفالها، من قلب أي أم كان صغار وكبار، أي صانع الطعام، صانع الطعام لمحبوبي متناولي الطعام من أولهم. وطبقنا كذا جاهز، سلطتنا جاهزة لليوم. بنطلع معاكم إعلان، وهذه المنظر الشكل الأخير للسلطة. بنزل لكم الآن، بنعرض عليكم مقادير سلطة الكورن فليكس. نطلع إعلان ونرجع لكم بعد الفاصل. مشاهدينا، وبنحضر مع بعض
طريقة العرسية. وعندنا العرسية الجميلة هاي اليوم راح نحضر لها اياها. كلمينا عنها شيف. العرسية احنا عندنا هاي وجبة مهمة في دولة الامارات نحبها وايد، متوارثينها من اجدادنا، وهي طرية وبعد محبوبة للاطفال بعد ان يحبونها، والكبار احنا نحبها وايد. يعني هي الحلقة هذه اليوم مليئة باشياء يحبوها من الصغار الى الكبار، ممتدة من جذورنا. ايوه هذه الطريقة اللي احنا بنسوي لهم اياها اليوم. عندي اليوم طبعا فصفتي هم قبل معروفين ان الدجاج ورز وملح بس فقط. بس انا حبيت انكهها بنكهه جميله، والله العظيم راح تكون وايد جميله وراح تحبونها وجربوا هاي الطريقه وراح وايد تدخل قلبكم. هاي الطريقه اللي انا اليوم بعطيكم اياها عباره عن عندي دياي بنسلقه ان شاء الله، وبنكه الدياي المسلوق بالبصل، وعدنا هني فلفل اسود شويه وملح ومرق دياي اللي هو مكعب الماجي. اذا انت مو حابه تحطينه تقدرين تستبعدينه عادي، في منه بودرة الماجي ناس يحبونه او المكعب، او بروحهم هم يسوون مرقدة الدياي بين منكهات الاعشاب، ونفس الوقت هم يسوون العرسية هذا بعد تقدرين انت تسوينها. بس احنا عشان سرعة الطبخ فضلنا لكم ان احنا نسوي مكعب الماجي. وعدنا سمن الذوابة، هو السمن العربي احنا الاماراتي اللي احنا نسويه، هو يعطي جمالية الطعام. وطبعا بنستخدم العيش اللي ناقعينه في الماي بهالطريقة. اليوم الحين بنبدأ الوصفة مالتنا الجميلة هاي. يلا نبدأ التحضير. يلا خلنا نحضرها. اول شيء شيف وسن، لاحظت شيف انك استخدمت الدقاق بالقلد، هل هذا مثلا يفرق بالطعم؟ نعم، حسبت انا ابا احتفظ بالنكهه مالت مرقه الدياية. فكل ما حد سويتيها بالجلد والعظم وكذا خذينا الخلاصه الجميله وعززنا النكهات. فشوفي انا مستخدمه ترى صدر دياي، في عندهم اللي مسوين مثلا هيلثي ما يبون انهم يستخدمون الدياي الكامله، تقدرين انت تستخدمون قطع الدجاج الصدر الفريش، لا تاخذون المجمد لان المجمد شوي يعطيكم تحسينه شاد او صحيح. يعني قساوه شويه صحيح. تكون في الطعام، فنحن نبا يكون الرز طري مع الدجاج يكون طري في وقت الطبخ. فنحن نستخدم ايش؟ طازج. فنحن نستخدم الدجاج الفريش هذا هو اللي راح نستخدمه الحين، وبنحطه في الماي المغلي. ممكن تحطي لنا اياه يا شيف وسن؟ كل استعداد. يلا تفضلي. وانا هني بسوي التتبيله اللي بنحطها في الماء الحين. نبدا الحين ويانا بصل، بنحط البصل الموجود تقريبا انا مستخدمه على نص دياية مع صدر دياية، استخدمت حبتين بصل فقط، بحط وياهم شويه فلفل اسود، لا تكثرون بس عسبت الطعم، وبحط وياها معلقتين ونص من الملح، معلقتين صغار طبعا، وبنستخدم مكعبين ماجي. وبهالطريقة هذه هي يقول لك دائما يوم تدعكين البصل من الملح والفلفل الاسود يعطي الطعم لذيذ، تاخذين عصارة البصل واو تطلع وايد لذيذة، حتى ما بتشوفين طعم يعني طعمة الدياي ما فيها سفرة ما فيها مثل ما تشوفين الطعم هذا. فهذه هي تقنيك عنها. فهذه التقنيات اللي احنا حابين نشاركها مشاهدينا، لو تتبعوها يعني بتشوفوا في تغيير سواء كان بالمجهود بالوقت وحتى بطعم الاطباق. ومثل ما انت شايف انا بقطع البصل كيف ناعم فرمت لنا لاني انا ما ابغى يبين معايا وانا اطبخ الرز عشان لا يتضايقون وما تحسون اصلا بطعم البصل في العرسية. يعطيك العافية شيف. ونحن الحين بنحط بعد ما شوفي بهالطريقة طلعت العصارة الماي، شوفي هذه الحين راح نحطها مع الدياي تنسلق. وهنا حتى شيف حطينا الماء اوريدي كان واصل للغليان. لأن ما نبغى الشيء البارد، دائما يوم أنت شيء بارد تحطينه الدياي أو اللحم أو أيا كان بتحطينه على طول بتطلع الزفرة وبيطلع لك الطعم مو حلو اصلا، بيطلع طعمه الدياي، عرفت ايش قايل؟ فنحن شو نبغى نستبعد من زفارة الدياي او اللحم، فنغلي الماي على مستوى الغليان عقب نحط الدياي او اللحم ونحط وياهم البهارات هاللذيذه. وراح تشوفين الشكل. الحين بعدنا بنحط السمن وياه، ملعقتين طعام سمن. هذه هي سر الجمال. كلميني شيف عن السمن. خلي يشوفون المتابعين، أباكم تشوفون الحين كيف الشكل، شوفوا الجمال. ها
هذه لأنه تخيلوا هذه الطريقة، تحطين الرز داخلها شوفي حلاوة الطعم كيف بيكون. متخيلة من الآن. بعد ما نخلي يفور بنشيل الدياي بنتفه، يعني نشل العظم الجلد كل شيء، وبعد ما نتفه نرجعه مرة ثانية في المرقة، في المرقة نفسها. ونحط الرز عليه ونخليه ينطبخ لمدة نص ساعة، لأني أنا أبغاه إني لما أهرسه يكون طري يعني وايد يكون. هنا إيش بتستخدمي للهرس شيف؟ الحين أنا بعلمهم شيء وايد جميل عندنا. تعرفين المطبخ الإماراتي القديم كان ما في المعدات والتقنيات الحديثة هذه، اليوم راح نعلمكم على تقنيات وايد جميلة تعلمناها ودرسناها والحمد لله أن استوانا هالتطور الجميل. عندنا قبل كنا نستخدم المضرب، ضرب الهريس احنا نسميها مع صدى اللي نعمل بها العصيدة، العصيدة اللي هي خشب، الخشب ايوه. هذه لازم احنا قبل الهريس المضروبة العرسية ايا كان نضربها بهالمضربة عشان تعطينا القوام المطاطي اول شيء المتماسك اللذيذ. عقب تطور المطبخ قمنا ناخذ الدرل بالماكينة وقمنا نضربه، وحين استوى وايد لكم شيء سهل، شيء للمطبخ وايد استانسوا منه انه توفرت لنا محضرة الطعام هذه الجميلة، تقدرين تستخدمينها تهرسين فيها العرسية المضروبة أيا كان، سهلة وسريعة جدا وما تتلعوزين منها، يعني هاي يسهلولنا إياها. وبعد ما ننسى نشكر اللي أبولنا إياها شركة الرزانة، كل الشكر الموصول لتوفيرهم لبرنامج هني وعافية كل مستلزمات الطبخ. صح، ما قصروا جزاهم الله خير. إن الابتكار من زمان إلى الآن إلى المستقبل كيف يخدم الطبخ والطبخ. صح، يعني زمان كنا نستخدم اللي هي المعصدة أو اللي أنتم تسموها إحنا المضرب، إحنا المضرب إلى قلتي الدريل، إلى الآن الفود بروسيسر، إلى أشياء الله يعلم كيف بعدين إحنا بنشوف راح بعدين الريبوت هو اللي بيطبخ وإحنا جالسين بيستغنوا عننا شيف. يلا خلاص نطلع بريك الآن على بال ما العرسية تجهز عندنا، بننزل لكم المقادير وبنستعد لمقادير أم علي، نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحين راح نكمل طبختنا العرسية. استوى الدياي وشلينا من الماي، وأحينا نتفت لي الدجاجة، خلصتي بعدنا العظم وبعدنا الجلد ونتفناها، والآن هنا عندي جاهزة. الحين راح نشيلها ونحطها بالجدر، بنرجع لنفس المرقة، نفس المرقة اللي احنا سويناها نرجعها مرة ثانية. إذا حابة يكون عندنا يعني ملح زيادة تبين تحطين، حابة شيء زيادة تقدرين تحطين فلفل أسود، وبعدين وياها بنحط العيش بعد ما صفيناه من الماء، صفيناه من الماء بهالطريقة. وأهم شيء تعطيني أهم شيء ما نبذر بالأكل، لأن تعرفين حرام بعد في ناس تعرفين محتاجين على قدكم، دائما احنا ننصحكم انكم تسوون طبختكم على قدكم، او ان تمتعون جيرانكم او اصدقائكم بالاشياء الجميله هاي من طبخاتكم المميزه. طبعا انا احب اكل من اكل جيراني او من اكل صديقاتي، ما احب اكل الاكل انا اطبخه. بكلمك كمان على هذه النقطه، في كثير من اللي يطبخوا او انهم يحبوا الطبخ ما يطعموش اكلهم، يعني انا كمان اعرف وحده شيف تطبخ وتقول لي ما طعمش اكلي، يعني مجبورة أطبخ عشان زوجي وعيالي. أقول لك كيف أنا أطبخ، أعمل أجلس بالأرض، إحنا نقول أفترج بالأرض وأجيب ورقة وقلم، هنا في أنا لازم أضيف هي لازم، فسبحان الله. فأنا لا هي أنا أحب، لا أنا أحب أن أكل أكل، يوم أطبخ أكلي خلاص شبعت كأني أنا طبخت وشبعت أكلي، فأحب أكل بنافع. عشان كذي يوم أقول حابين تطبخون اطبخوا، ابعثوا لجيرانكم شويه، ابعثوا لصديقاتكم شويه، عشان تلاقي من يبعث لك، عشان فحلو الواحد انه يتزاور بطبق. والله احنا على ايام قبل نتزاور من هذه للطبق هذه، من هذا البيت للطبق هذه، الايام هاي والله افتقدناها، وهو نفس الطبق يدور يدور كل مكان. هاي البركه تقولينها، يعني كل وحده كانت تتفنن باطباقها وتبرز ان هي تطبخ احلى عن جارتها، وشبي اكلي وشبي اكلي. فهذا الحين مسكرين في بادهم نقول
تري الطبق او تدقين البوق تقولين مثلا خذوا الطبق، يقول لا ما نبغى يعني. فتعجبت بعد يعني، انا احس ان احن للماضي، وايد احن للماضي. احنا ببرنامجنا هذا بنخلي الجميع يحن وبنعلمهم ويعمل كمان صح. يعني انت من طبق شا تقولين لا يعني ما ودي لها صحن صغير، بالعكس يمكن هذا الصحن الصغير يفرحها. صحيح. فانا من النوع اللي افرح يعني، بعتوا لي كل اكل كان عندي. فالحين شوفي شوف هسه الحين راح استنى الرز لين ينطبخ لمده 30 دقيقه، لازم ينطبخ عدل، وعقب راح نضربه بمحضره الطعام عشان ناخذ القوام انه هو طري ومعصود مثل هذه. نفس اللي هي للشوربه، هاي للشوربه نفسها نقدر نستخدمها، او الدريل اللي احنا نسوي فيه بمضرب الهريس هذا تقدرين بعد تستخدمين. الحين راح نخلي لمده 30 دقيقه على نار هاديه، على نار عاديه. بعدين لما تشوفين الماي شرب الرز نخفض عليه ونخليه يستوي على راحته عشان ما يحترق طبعا، مو احنا تعبنا ويحترق، لا نبغى انه ينطبخ يعجن الرز. هذه الطريقه محتاجينكم انتم تعجنون الرز وخذوا راحتكم في الطباخ. فلا تقول لكم نسبه الماي، من نسبه الماي يعني عجني الرز على راحتك واستمتعي فيه. اهم شيء ان تخلينا معصود، احنا بالرز هذا معصود. فالحين نخليه على النار ونشتغل في الطبق الجديد اللي هي حلا ام علي بالسريلاك. بالسريلاك يلا تابعونا نشوف المقادير مع بعض ان شاء الله. هاي هي مقاديرنا، راح تكون ان شاء الله عندنا ام علي بالسريلاك. عندنا اول شيء بنستخدم الرقاق. الرقاق هذا معروف انه هو الرقاق، احنا مش الرقاق الاماراتي، هذا الرقاق المصري، لان معروف الام علي اكله مصريه هي، وكانوا يستخدمون الرقاق الرقاق. احنا نقول الرقاق الرقاق، هو المصريين الرقاق يعني احسن عني يقولون. فهذه الرقاق اللي احنا نستخدمها في الام علي. وحين استوى عصر السرعه قاموا يستخدمون البيف باستري، بس هي ألذ بالرقاق. تشوفونها هذه تكون خفيفة ومستوية بطحين رقم واحد، وتكون كذي ناشفة ومحمصة، تحصونها في جميع المخبوزات المصرية بتحصونها موجودة هناك. وعدنا البيف باستري ممكن أنت تاخذينه معلب جاهز يكون عندكم في الجمعيات موجودة جاهزة، أو أنت تجيبين قطعة البيف باستري وتقطعينها وتحطينها بالفرن وتطلعينها وتسوينها بهاي الطريقة تكون لك ناشفة. أو الكروسون، فوايد أشياء استخدموها لأم علي هاي الأكلة الجميلة. راح أستخدم الحين وياكم القشطة الفرش، هي اللي تعطيكم دسومة مع الحليب، هي اللي تعطينا أساس طعم الأم علي. لو أنت الحليب ما في طبعا منزوع من الدسومة، فإحنا شو بنسوي؟ بنحط له شوية دسومة بالقشطة الطازج الفرش، هاي تكون موجودة عندنا. وعندنا هني هذا الحليب، هذه القشطة خلطتها مع حليب النستلي المكثف المحلى، هذا هو أنا خلطتنا معاه مستوي هذا هذا القوام، بنحطه في الطبقة الخارجية بالصينية عشان يطلع لكم المذاق اللذيذ. عندنا بنستخدم مع الحليب الهورلكس، طبعا تحبون الهورلكس، في ناس ما يحبونه لكن بيحبونه مع استخدامهم لأم علي بالسريلاك، هاي لذيذة بتكون مع الحليب. وطبعا النجم هذا احنا نقوله، هذا النجم هذا خطري الحين اكله انا، هذا عندنا السريلاك حبيب الصغار والكبار. فمنو ما لين الحين يستخدم السريلاك، احنا لين الحين في بيوتنا موجود اصلا. فما نستخدم السريلاك بنحطه مع الحليب ولتزينه. وعندنا السكر نضيفه اختياري، اذا ما كفى الحلى الموجود مع الحليب المكثف نحط شويه سكر. وبنحتاج معلقتين زبده، وللتزيين عندنا المكسرات اختياريه اللي انت حابه تحطينها، الفواكه، الورد، انت شو حابه تحطين من المكونات هاي الجميله اللي عندك، هذه كلها اختياريه. يلا الحين نبدا، شو رايك في المقادير؟ والله مريحه جدا يعني، راح تطبقينها بتطلع لذيذه وراح وايد تحبينها ان شاء الله. الحين يلا نبدا المقادير. يلا بايش اساعدك؟ الحين اول شيء بنحط الحليب داخل الجده. خليني اساعدك بهذا النقطه. يلا تفضلي. عرفتي الرقاق بشو؟ بس ايش اسالك هنا سؤال، الرقاق المصري ايش يفرق عن الرقاق الاماراتي؟ شوفي احنا الرقاق الاماراتي نستخدمه بطحين رقم 2 ونحط وياه الملح
يكون شوي يا طري يعني يا بس هاي نشرت كذا. أما الرقاق هذا يستخدم فقط بطحين رقم واحد، ونفس الشيء بالحليب بس إنه ينعجن ينفرد فرد يعني تستوي نفس العجينة وتنفرد تنشر خفيفة زي خبز الصاج يحطونه بخبز الصاج فتطلع لك هاي الجمال اللي هي يسوون فيها المعالي مقرمشة وإحنا نطريها ترى بالحليب. فنقدر هاي نعدد فيها الوصفات. هاي ممكن تسوين لحمة بالرقاق يسمونها، يا سلام، لحمة مفرومة ويحطونها بالرقاق هذه مع السمنة مع اللبن، يا سلام. إنما إيه عظمة على عظمة، أموت عليك بها المصر. أروح أعمل لك الحليب. يلا حبايبي الحين راح نسوي تحضير الحليب اللي راح نستخدمه لأم علي، بس نكتفي بهالمقدار. حطينا الحين 2 لتر حليب، أباك تحركين معايا بهذه. بجيب عندي هنا المشبك. الحين راح نحط الحليب المكثف، أنا مستخدمة هني على 2 لتر علبة كاملة حليب، حليب محلى مكثف. أيوة. بعدين تبين تحطون السكر اختياري، إذا بنزيد السكر عليها. اللي استخدمه الحين نصف كمية السيريلاك، تقريبا 3 ملاعق. الله تخيلي اللذاذة بتعمل راح تكون. نقدر بعد شيف وسن إذا ما حابين الحليب المكثف أو السكر ممكن نستخدمه بالعسل. كنت بسألك هذا السؤال، كنت بقول لك إذا في بديل للحليب المحلى المكثف إيش ممكن يكون؟ العسل ممكن، ممكن تحطين العسل. بنحط 3 ملاعق من الهورلكس، وأهم شيء الدسومة. يا هلا يا هلا بالله، أنا وايد أحب أضعفكم وايد. باين باين جدا. إحنا الحين حطينا القشطة طازجة، بنحط معلقتين القلوب الضعيفة، احنا آسفين اليوم. نحط معلقتين من الزبدة. اوكي حاطة معلقتين، هاي يعني معلقتين صغار، هاي طبعا كبيرة يعني تعتبر معلقتين. بس. شكرا. اوكي خلصنا تحضير الحليب. شو سهل ولا مو سهل؟ سهل. فالحين بتحركين شوف وصل لنا الحين اجهز الطبقات، الطبقات اللي احنا بنسويها. عندنا هني البيف باستري بنحطه، حابه تكسرينه حابه تخلينه بالشكل هذا على راحتك. هنا نخلط لما تتمزج كل المقادير، والقشطه كمان تذوب معانا لان القشطه كانت شويه هي تكون تكتلات بالذات الفريش اللي هي طازجه. كذا خلاص اتمزجت معانا المقادير، نخليها شويه تذوبين السكر. يا شيف ممكن على طول تذوقي لي السكر، بس تشوفين لو محتاج حلا تحطي لي شيء بسيط على طول سكر تحطين عليه. جميل، شو رايك؟ متوازن الحمد لله، مش الكثير الحالي ولا اللي هو ناقص السكر. وعندي هنا شيف نصيحه، الناس اللي دائما يطعموا يعني من اكبر الاخطاء اللي كان ممكن تحصل في المطابخ ودائما تحصل في المطابخ، انه الان انا استخدمت هذه الملعقه وطعمت ما اقدرش ارجعها مره ثانيه واطعم نفس الشيء، يا اما تكون عندي ملعقه ثانيه يا اما اروح اغسل هذه وارجع. ليش؟ اكثر مكان في اجسامنا يعني يحتوي او عنده عدد اكبر من البكتيريا هو احنا نقول الحلج، انت تقول الحلج، احنا نقول الفم، احنا نقول اللقف، اللقف وفي يقولوا الفم وفي يقولوا، المهم انه الحلج عندنا هذا الحلج يعني اكثر مكان فيه البكتيريا. فلما انا اجي اطعم وارجع للطبق هذاك الوقت ما يحصلش حاجه، بس لستات البيوت والناس اللي يطبخوا مثلا ويحفظوا وجباتهم او اكلاتهم لثاني يوم، بالذات ربات المنزل العاملات او اي شخص حتى يطبخ ويخلي اكله لليوم او لبكره،
لو نتفادى هذه الحركة حياة الوجبة أو حياة الطبق تكون أطول. يعني صح. يسموها كمصطلح يسموه الشلف لايف، بدل ما تخرب معايا الوجبة لبكرة. لأنه في بعض الناس يعملوا الحركة هذه ويرجعوا نفس الملعقة ويخلوا أكلهم بالثلاجة وثانيهم يقولوا في ريحة. طبعا في ريحة، ما أنتم ساعدتم البكتيريا تتكاثر هنا. صح. فالنصيحة اللي لو يتبعوها كثير بيشوفوا في فرق، الملعقة أبدا ما ترجعش بعد ما نكون استخدمناها. وايد جميلة المعلومة. جهزت هنا عندي الحليب. وجهز الحليب. يا سلام، أنا شم ريحة الطفولة ويت موجودة هني عندنا الحين. إيش تحبي شيء؟ أبى المعلقة بس المدورة. كبيرة. كبيرة. الحين شو راح نسوي؟ عندنا الطبق بعد ما كسرت البيف باستري بهاي الطريقة، راح آخذ من الحليب اللي أنا سويناه هني. هنا فتفتي الباف بيستري. يس، حطيته بهالطريقة ويالسة أسوي بهالشكل. شوف لو بنستخدم الكرواسون هل لازم نحمره كمان بالفرن؟ لا، لأنه أوريدي هو جاهز، هو جاهز. بتقطعين التقطيع وتحطينه، وتحطين عليه الحليب، بعدين آخر شيء تحطينه بالفرن. تعرفي شيف، أنا لما يكون عندي باقي في البيت الخبز الفرنسي الباجيت بيكون خلاص يعني قرب انتهاء صلاحيته، أخذه أدهنه بشوية زبدة وأحطه بالفرن، وكمان يطلع لي أم علي لذيذ. يا سلام، فدائما الاختيارات مفتوحة. هو مفتوحة، هو أنت تبدعين، بس المهم الطبق نفس ما قلنا لكم إنه يكون نفس ما هو ما يتغير. هذا هو. شوفي بعد ما حطينا هالرؤى نحط عليه. لا، لازم يكون اصلا الحليب متغرق، يكون متشرب، لانه لما تحطينه في الفرن بينشف فما في طعم بيكون. فلازم يكون، فلازم شوي نحط صوص زياده عليه. بتعملي بس طبقه واحده؟ هي بس هذه، هي اصلا هذه كميه ما شاء الله وافره، يعني بس طبقه باف باستري وطبقه من الرقاق. شوفي بهالطريقه تشوفينها، هاي يعني كلها تغرقيها. ايه، ها كله بيتشرب الحين، كله بيتشرب، يعني ما راح تشوفينه هذا. بعد ما سوينا بهالطريقة خليه. الحين شو راح نسوي؟ القشطة بالحليب المحلل الوجه، وطبعا راح نحط شوية زبدة عليها، نوزعه، قلبي الصغير لا يتحمل ابدا. الحين راح تذوقين الطعم الحين اللذيذ هذا، وراح نحط، شوفين هذه اللي بتعمل لنا اللون والخطوط. صح، هذه اللي راح تعمل لنا التحميره الجميله للطبق. يعني دائما اعمل قشطه لحاله؟ لا، هاي قشطه جربيها مع الحليب المركز، يعتمد خففينا، لان هاي قشطه فرش. ما احلى لما نتشارك الوصفات ونشوف كل واحد ايش يحب يضيف، كيف يحب يبتكر طبقه، وكيف يعني احنا بمشاركتنا هذه ننقل دائما اطباقنا من مستوى لمستوى. شيف يعني الان انا ام علي ان شاء الله المره الجايه لابد بعمل حليب محلى. يا سلام، شوفين واحنا تعرفين ان هاي الطريقه نحفزهم انهم البنات الصغار يدخلون المطبخ. صح، صدقيني انا واثقه انه راح يعملون هاي الطريقه، لان اللي عنده طفل من داخل راح يسويها مليون بالمية. واحنا بانتظار اللي بيجربوا الوصفة كمان يتشاركوا معانا آراءهم ونشوف كيف ضبطت معاهم. صح، راح الحين نزين. يعني يا سلام شيف، تحبي أساعدك بالزينة؟ وايد يا ريت يا ريت. أعمل لك خط من الفستق. حطي خطا من الفستق ومن اللوز، اللي انت تحبينه، شو انت حابه. دائما التزيين اختياري. هو اللي يلعب دور التزيين، يقول دائما اكلي بعينك قبل شو كل ما ياكل بطنك، احنا نقول له، فلازم احنا ناكل عيننا. يا سلام على الجمال، شو رايك في ما شاء الله طبق جميل. من الان، ها من الان راح يستمتعون بالطبق. راح نزيد هني الأخضر، بس الفستق.
مشكلة. يا سلام. أمينة بعد ما خلصناها هالشكل الجميل هنا. خلصنا الطبق والحين راح نحطه بالفرن يتحمر من فوق. كم بنحطه بالفرن شيف؟ راح نحطه تقريبا 5 دقائق فقط بس تحميرة الوجه بس. على كم درجة الحرارة؟ 130 درجة. 130. على بال ما تتحمر معانا مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونعرض لكم مقادير أم علي بالسريلاك ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا والآن جهزت معانا الأم علي ونشوف كيف كان طلعت معانا. الحين راح نطلعها. يا سلام تشوفينها، شوفي التحميرة ما أحلاها. يا سلام تشوفين حالاتها يوم يكون المكسرات محمرة وتيلج. شو يسمونها؟ مام علي. مام علي أوكي. وهنا كمان حضرنا لكم الأم علي بالفخار، لأن هي تتقدم بهاي الطريقة أصلاً. أم علي بالفخار هاي الطريقة الأساسية، قبل كانوا يطبخونها بالفخار وبالفرن، الفرن بالطين. هاي أيام قبل، الحين تطورنا فرن. بالفرن عندنا الحين، قبل كان يحطون الحطب ويحطون طواجن عشان ما تتكسر. صح. فيصنعون منها الطواجن، هناك يسمونها طواجن. هذا عندنا طاجن الأم علي، وعندنا هنا صينية الأم علي بعد التطور والتقدم. حلو. فالحين راح نزينها بعد ما شفتوا هالجمال، راح نزينه شوية بالورد. أنت الزينة اللي أنت تحابة تختارينها. راح نحط لكم الورد، نحط معك هذا، نحط هذه. لا نفتحها شوي، لازم يقولوا فتحي يا ورده، تفتحي يا ورده، تغمضي يا ورده. هذه بهاي الطريقه راح نحطها بالوسط. الله يخليك. هنا 3 حبات. الحين ياسينا نزين الطبق، بضيف هنا كمان وردتين. انا وايد احب الاطباق فيها الالوان، شو رايك في هالشيء؟ يا سلام. لازم يكون كل طبق فيه لون يعطينا الجمالية لهالشيء. بيزعلون علينا هذيلا ما زينا أم علي مالها مهني. يا سلام شوف حنان. ودائما الخضر طبعا يضفي لون أهم شيء وجمالية للأطباق. اليوم أنا مستخدمة النعناع الجميل هذا. راح اخذ من هني حبتين عادي. سوري ها خربت طبقكم عشان احط الشيء الجميل هذا هنا. وانتهينا كذي من اطباقنا الجميله هذه، ان شاء الله تنالت اعجابكم. عندنا مثل ما قلنا لكم ام علي بالسريلاك، نوديها ونرجع نضرب العرسيه مع بعض. نضرب العرسيه يلا. وكذي يا شيف وسن خلصنا الأم علي، خلصنا سلطة اليوم، بنضرب العرسية وبعدين بنستعرض مع مشاهدينا أطباقنا. شوفي بعد ما بغينا براويهم بس المشاهدين هني كيف أنه
عصدت الرز. عصدنا الرز، تشوفون كيف بهالطريقه نحن عجلنا الرز والدياي يستوى وايد طري وجميل داخله. شفتي لونه؟ صحيح. وشميت الريحه، اهم شيء ريحته. اتخيل الان من النكهات والطريقه اللي عملتيها عصره ليمونه واحلى طبق. قبل والله العظيم كنا من غير هالجهاز نضرب بالمضرب، والله العظيم يعني تطور الجميل هذا اللي استوى عندنا ما شاء الله. تشوفين بمحضر الطعام تضربينه بهالشكل، بعدين حابه تضيفي له الماي تضيفي له، حابه تضيفي له شو اسمه الملح، تشوفين ملوحته، تحبين تحطي له سمن العربي عادي تقدرين تحطي له. شوفي ايش قايل، يعني هذه تكون اللمسات الاخيره. هي. اللي يحب يضيف السمن او اللي يحب يضيف شف، نضيف ماء ولا من مرقه الدجاج؟ مرقه الدجاج، لان انت لازم شوي تشيلين مرقه الدجاج على احتياط. طيب تحبي اساعدك امسك؟ سلام، شو رايك؟ هذه هي المضروبه عندنا. الحين بنضيف عليها سمن العربي ونكملها. اجيب لك السمن العربي شوف. نعم. شوف هالطريقه انضربت عندنا ممتازه جدا. بهالشكل شوفي ضربناها. نحطه هنا عشان بس. ثانك يو سو ماتش. وحين بنضيف السمن العربي عليها. تشوفين؟ ما شاء الله. تشوفين؟ ونسويها تشوفين؟ شوفي هذه مضروبة أمهاتنا، قبل شو تعرفين بالمضرب كنا نسويها كذي. فالعرسية بعد ما تنطبخ وتضربي يعني تعصديها تسموها مضروبة. لا مش مضروبه، هاي عرسيه. عرسيه المضروبه غير ثاني، هاي شيء ثاني وراح اعلمك اياه ان شاء الله بالحلقات. من حلقات تضربونا بالحلقات في اشياء كثير شيقه مع شيف حنان. هذه هي العرسيه عندنا. هالشيء تشوفين هذه هي، شوفون يا متابعين هذه هي ضربنا العرسيه واستوت عندنا مترابطه وجميله. وراح الحين نحطها في الطبق. نسكر عليها. سهلة جميلة للأطفال الكبار اللي مسوين يعني عندهم مشاكل معدة عندهم شيء يقدرون. سهلة للهضم. هي وايد سهلة للهضم. بنسكبها. ساعدك. شكرا. نحتاج معلقة. اوكي شوف بس هاي الطريقة. قبل كانوا يسوون الهريس من الأكلات الشعبية عندنا في دولة الإمارات، الهريس، المضروبة، المرقوقة، العرسية، تكون لازم مع الدهنة العربية هذه. شوف الدهنة العربية هي يعني هوم ميد، صنع بيوت، صنع ولا بيوت. امهاتنا كانوا قبل ما عندهم زيوت وهذا، كانوا يحلبون من البقره، وكانوا بعد ما يحلبونها يخضونها ويطلعون منها الزبده. احنا نسميها بالدبه. بالدبه اسمها. احنا عندنا نسميها مسميات اشياء جميله عندنا ما شاء الله. طب ممكن فين واحد يحصل هذه السمنات؟ كله عند الحريم مال البيوت، وعندكم الحين المشاريع الوطنيه اللي قدموها الله يحفظ شيوخنا الشيخ محمد بن راشد، انه اعطانا وفتح لنا المجال حق امهاتنا ان يطلعون هالمشاريع الجميله. ابداعات. ابداعاتهم، لان احنا عندنا ما شاء الله حريم ما شاء الله عليهم، اناملهم تينن والله. هذا ما نبغى يتلاشى، نبغى الناس يتعلمون ونحن نتعلم منهم هالشيء. مننا لهم كل الشكر. الله يحفظهم يا رب ويطول بعمارهم ويحفظ شيوخنا يا رب. امين. فالحين ان شاء الله بعد ما سوينا عاد انا بتفللك شوي بنسوي الديكور. وعندنا لازم دولة الامارات لازم نحن الهريسه عندنا المضروبه لو ما فيها هذه، هاي الدويره يسمونها. بتحطي سمنه بالوسط؟ سمنه بالوسط. يقول لك يوم ما تستوي هذه الدويره، يعني هاي لا عندك لا مضروبه ولا عرسيه ولا هريس، لازم تكون شرات اللبانه. عرفتي بهاي الطريقه، هاي طريقتنا نحن. ونحط عليها عقب الدهنة بهالطريقة. يوم الدويرة كبيرة وحاطة الدهنة زيادة
بتحتاجي سمنه شيف ولا خلاص؟ نعم احينه. احينه شوفي قبل كان يقول لك كان دويره كبيره تحطين السمنه زياده، يعني هذه شو عندها الكرب. الحين بهذه الطريقه حطينا السمن. يا سلام، والسمن كيف يذوب اول ما يروح مع الحراره العرسيه. هذه جدا الاكله هيلثي دايت، يعني مع السمن ده كله شيف. لا تفكرين بس السمن، انت لا تفكرين، اهم فكري باللذاذه والطعم اهم شيء. بس ممكن صح ممكن يكون لانه هذه دهون تعتبر غير مهدرجه. نعم الدكاتره حتى يقولوا لك لازم تاخذين اذا بتاكلين شيء من الزيوت خذي السمن العربي البلدي، يعني السمن البلدي بشكل عام. صح لازم ان ازين اطباق يا شيف وسن عشان اكل وانا احس عمري مستمتعه بالاطباق. اهم شيء تشوفون التزيين يكون جميل. جميل شيف، عشان تاكلين وتستمتعين بالطبق. يلا الحين انتهينا من طبق العرسيه الجميل هذا، وانتهينا من طبقنا لهذا اليوم طبق العرسيه. ويلا نروح نحطه يا وسنة هنا. يلا نروح نحطه ونستعرض معاكم اطباقنا اللي عملناها لليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدينا، واليوم عملنا مع بعض سلطة الكورن فليكس، عملنا العرسية، وعملنا الأم علي وخبزناها بطبقين مختلفين. إن شاء الله تكون الحلقة نالت إعجابكم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الوقت في حلقة جديدة ومقادير وأطباق تفوق الخيال. انتظرونا بكرة على خير. مع السلامة شيف. السلامة وسن. شكرا، يعطيك العافية.